انت لازم تقول اه لا، لا طبعا هي لا فكره طبعا ان انت بتقول ان انا بشارك فيما يدعو اليه مجلس اداره النادي الاهلي في اللائحه، في العموميه الخاصه او الجلسه الخاصه اللي هو عاملها للائحته. الاهم في الموضوع ده بقى ان انت زايد، يعني انا اتكلمت مع الاستاذ محمد سويلم بشكل شخصي تاني، يعني انا قلت يمكن الحلقه اللي فاتت مع الكابتن عبد الحميد في استاد الاهلي، جزء بقى الاهم كان في حديثي معاه عن زايد. قلت له يا استاذ محمد، زايد من حقهم ولا مش من حقهم؟ قال لي هم اعضاء. قلت له كويس، طالما انا عضو فمن حقي اشارك فيما يراه النادي مناسب للفتره الجايه. الف ب يعني بالظبط، عارف انت ما ايه اقول لك، انت مقبول في المدرسه بس من حقك ما تحضرش. ازاي؟ ما انا دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ ده واحد. اتنين، الاهلي حاليا من حق اعضاء زايد ان هم يشاركوا في اللائحه الخاصه، ما هتطبق عليهم، ما اصبحوا اعضاء موجودين في النادي. ده كان تواجد، انا اسف انا بعتك، ده كان تواجد محمود المهندس محمود طاهر في ادلائه بصوته، يعني هو كان يعني حضور. اتفضل. فالجزء الثاني يا استاذ لطفي، لما يبقى في انتخابات اعضاء زايد هيشاركوا ولا مش هيشاركوا؟ اكيد هيشاركوا، يبقى من حقه يصوت على اللائحه. من حقه طبعا. بس انا مش فاهمها دي بصراحه، انا يعني انا بصراحه استاذ لطفي مش فاهم يعني ايه. هنا في نقطه خلافيه بقى. اتفضل. لان القانون مانع ان عضو الفرع يصوت. القانون مانع ان عضو الفرع يصوت. تمام. طيب انت هتطبق القانون بقى دلوقتي باثر رجعي ولا هتطبقه ازاي؟ هو ده الحكم طالع قبل القانون وطبق. فهنا في خلل هيبقى موجود في الموضوع، بيتحل ازاي؟ ده برضو طيب. دي معركة تانية جانبية لازم ايه هتاخد وقت برضو من الجدل ومن المفاوضات. طب النهاردة انت في قانونك يا زلطفي قلت ما فيش فروع، ما هو انت من لا الفروع ليس لها حق الترشح ولا التصويت، وانت مش خلاص انت مش موجود. يعني انت حاجة حاجة بجيب منها موارد. طب وده فر يعني ده موجود في كل الاندية. ده موجود في كل الاندية على فكرة، مش الفروع ليس لها حق الترشح. الفروع ليس لها حق التصويت. طبعا ده